السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده ان شاء الله وحسن الاحوال. اخوتي اعلان جديد وفيديو جديد، كما لاحظتوا في العنوان ريكروتمون ديال 9 ديال لي بروفيل، الصالير اللي غيكون ما بين 5000 حتى 21000 درهم، يعني ما بين 100000 ريال حتى 1,20,000 ريال. لي بروفيل اللي هما طالبين جوج ديال شارج ديال انسترومونطاسيون الكتريك، طالبين جوج واحد عفوا انجينيور توبوغراف، طالبين شخص واحد انجينيور شارجي لي بروجي، شخص واحد سوبرفيزور كاليتي كونستركسيون، شخص واحد انجينيور اون ريشيرش اي ديفلوبمون، شخص واحد شارجي دافير الكتريك، طالبين ايضا شخص واحد شارجي دافير جيني سيفيل، وطالبين شخص واحد بروفيسور اسيستون اون سيونس دو جيستيون. اذا كما لاحظتوا هنا ريكروتمون 9 بروفيل دان سالير دو 5,000 à 21,000 درهم، من 5,000 حتى 2,20,000 ريال، هذا سالير بار موا شهريا. اذا بالنسبه للبروفيل الاول اللي هو شارجي انسترومونطاسيون الكتريك الكتريسيتي سور بركان، دونك هذا بالنسبه للبروفيل الاول، دونك طالبينو في بركان جوج ديال الناس اللي كيخدموا ك دي شارجي انسترومونطاسيون الكتريسيتي. بالنسبه للديسكريبسيون ديال لي بوست، كونترا غتكون سي دي دي يعني كونترا دو ترافاي ديتيرميني، عقد عمل مؤقت اولا محدود، مكان العمل مدينه بركان، الصالير غيكون صالير مونسيو اللي هو 8000 درهم 160000 ريال. البروفيل ريشيرشي، البروفيل اللي هو هذا الاخوان، باش ما نطولش الفيديو يمكن لكم تقراو البروفيل اللي مطلوب بالنسبه للنيفو ديتيود ليكسبيريونس فورماسيون و الى اخره. بالنسبه للكومبيتونس كما لاحظتوا انا سبيسيفيك 8000 درهم بار موا، وبالنسبه للسكن راه على حسابكم، يعني ملي غتخدموا مع الشركه فالسكن راه ضروري انكم غادي نتوما تكلفوا به، والسالير اللي هو 8000 درهم 160000 ريال. بالنسبه للبروفيل التالي اللي هو طالبين انجينيور توبوغراف في مدينه القنيطره، ديسكريبسيون دي بوست اللي هو كونترا غتكون سي دي كونترا دو ترافاي انديتيرميني كونترا دائمه مدينة القنيطرة، الصالير اللي هو 12000 درهم مونسيال يعني 1,040,000 ريال. البروفيل اللي هو هذا الاخوان غادي تقراو لي بروفيل كاركتيرستيك دو بوست، اول شيء غادي تقراوه بروفيل ريشيرشي اللي هو هذا كما كتلاحظوا بالنسبه للنيفو ديتيود والفورماسيون والاكسبيريونس الى اخره. بالنسبه الفرنسيه تكون جيده، فورماسيون انجينيور اكسبيريونس بروفيسيونيل ما بين عام حتى عامين، لو بوست اللي هو تكنيسيان توبوغراف. الفرنسيه خصها تكون مزيانه يعني فرنسيه كورون جيده. الروابط غنخلي لكم الاخوان في صندوق الوصف، اللي بغى يبوستولي اللي عنده هاد الميزات ولا كيخدم في هاد المجالات، غنخلي لكم الروابط كامله في صندوق الوصف. الوغ بالنسبه للاعلان الثالث اللي هو انجينيور شارجي دي بروجي في مدينه مراكش جيليز النخيل يعني حي النخيل، الكونترا غتكون دائمه كونترا سي دي، مكان العمل اللي هو مراكش جيليز النخيل، الكاركتيرستيك دو بوست اللي هما هادو غادي تقراو الاخوان، ديروا بوز وتقراو بعنايه الكاركتيرستيك مزيان، والبروفيل ايضا غوشيرشي بالنسبه لي ديبلوم والنيفو ديتيود وجميع المعلومات، كلشي ديروا بوز وقراو بعنايه هاد المعلومات اللي محطوطه. بالنسبه ل être disponible pour des déplacements fréquents en Afrique subsaharienne، دونك تكون ديسپونيبل يعني الا كانوا شي ديبلاسمون ولا مثلا غادي شي سفر لافريك، دونك هذه الشركه راه شركه كبيره بزاف، فكيكونوا لي ديبلاسمون خارج المغرب بطبيعه الحال، وكلشي يعني على حساب الشركه. بالنسبه للصالير اللي هو 10000 درهم يعني 1,000,000 في الشهر نت، بليس افونتاج اون كا دي ديبلاسمون، يعني الا كانوا لي ديبلاسمون الا كنتي غتمشي في مثلا شي بلاد اخرى فكيعطيوك لي فري ديال ديبلاسمون. بالنسبه للاعلان اولا البروفيل الموالي اللي هو سوبرفيزور كاليتي كونستركسيون في مدينه وجده انكاد، الكونترا غتكون سي دي كونترا دو ترافاي انديتيرميني مدينة وجدة انكاد، سالير مونسيو اللي هو 6000 درهم 120000 ريال. الكاركتيرستيك دو بوست الاخوان قراو مزيان الكاركتيرستيك دو بوست، البروفيل غوشيرشي اللي هما هادو. بالنسبة للمستوى الدراسي لي فورماسيون و ليكسبيريونس بروفيسيونيل، البوست اللي هو ريسبونسابل كاليتي،
لونغ أو اللغات يعني الأغاب يعني العربية راها مزيانة بطبيعة الحال، وبالنسبة للفرنسية تكون أيضا جيدة. إذا بالنسبة هنا دايرين كومونتير، لي كانديدا انتيريسي بار لوفر اي دون لي كومبيتونس كوريسبوندون او بروفيل دوموندي دواف impérativement postuler ici sur l'offre et doivent envoyer le CV, leur CV à l'adresse mail suivante. Donc, les mettent en bête l'élan, ils ne peuvent postuler par l'adresse email les cadres les comme les hiadi. m.bellafrique@hotmail.com. Donc, elle est l'adresse email finalise postuler ou nous appelle head à Tarsos. الإعلان الموالي ولا البروفيل الموالي اللي هو انجينيور او ريشيرش اي ديفلوبمون في مدينة القنيطرة، الكونترا غتكون كونترا دائما كونترا دي ترافاي انديتيرميني مدينة القنيطرة، السالير اللي غيكون 8000 درهم 8000 درهم يعني 160 الف ريال، الكاركتيستيك دي بوست غادي تقراو مزيان الكاركتيستيك الاخوان، و لو بروفيل ايضا بالنسبة للنيفو ديتيود الفورماسيون و ليكسبيريونس يعني كلشي تقراو هادشي مزيان الاخوان. الفرنسية يعني تكون عندك جيدة الفرنسية كوهون كما لاحظتو هنا. إذا الإعلان الموالي اللي هو شارجي دافير إلكتريك سيغ العيون مدينة العيون كيقلبو على شارجي دافير إلكتريك. لا دات إمتى غادي يبداو العمل اللي هو نهار واحد في شهر ثلاثة يعني نهار واحد مارس 2022. الكونترا غتكون كونترا سي دي اي كونترا دو ترافاي انديتيرميني يعني عقد عمل دائم مدينة العيون، السالير غيكون 5000 درهم، الكاركتيستيك دو بوست اللي هما هادو الإخوان غادي تقراو مزيان الله يجازيكم بخير، البروفيل غوشيرشي كيما لاحظتو هنايا الفورماسيون نيفو ديتيود يكون عندك بيرمي دو كوندوير بي رخصة السيارة من نوع بي، بالنسبة لي لونغ تكون عندك فرنسية مزيانة والإنجليزية جيدة حتى هي مزيانة، كومبيتونس سبيسيفيك أوتوكار. بالنسبه للاعلان الموالي اللي هو شارجي دافير جيني سيفيل في مدينه العيون ايضا غادي يبدا العمل نهار واحد في شهر 3 2022، كونترا سي دي اي العيون، السالير اللي هو غيكون 5000 درهم سالير موسيول، قراو مزيان الكاركتيستيك دو بوست بروفيل ريشيرشي الفورماسيون الى اخره، خص يكون عندك بيرمي بي والفرنسيه والانجليزيه جيده. البروفيل الموالي اللي هو تيقلب على اون بروفيسور ان ولا اون ذكر ولا أنثى، بروفيسور أسيستون أو سيونس دو جيستيون سيغ سلا الجديدة مدينة سلا الجديدة، ليميسيون اللي هما هادو ليميسيون اللي غيكونو عندك، بالنسبة لديسكريبسيون دو بوست اللي هو كونترا دو ترافاي انديتيرميني مدينة سلا الجديدة، السالير مونسيول اللي هو جوج المليون أو 20000 ريال يعني 21000 درهم. بالنسبة للبروفيل غوشيرشي هنا غادي تلقاو لي فورماسيون اللي خص يكون عندك لي ديبلوم و ايضا تجربة، الانجليزية خصها تكون عندك مزيانة يعني اونجلي كورون. اذا هادو خوتي الاعلانات، غادي نخلي لكم جميع الروابط في صندوق الوصف، كل اعلان بالعنوان ديالو، اللي مهتم بشي اعلان يمكن يضغط على الرابط وغادي يحولو مباشرة للموقع ديال لاناتيك. اذا غادي نجربو نضغطو على بوستيليسي غادي يحولكم الرابط مباشرة للإعلان ديال لاناتيك. إذا راه إعلانات باقي جارية إعلانات جداد الإخوان، حاولوا تبوستيليو صيفطوا الطلبات ديالكم هادو بخصوص الناس اللي مسجلين في لاناتيك بطبيعة الحال، واللي مازال ما مسجلش يبغى يتسجل يعني ماشي ضروري ولا إجباري أنك تسجل في لاناتيك وتبوستيليو، كي إلا بغيتي تسجل وتبوستيلي في لاناتيك ف الخيار ديالك تسجل وكليكي فقط على بوستيلي وصيفط الطلب ديالك لهذا الإعلان أو التخصص ديالك من هاد الإعلانات. إذا خوتي سمحوا لي إلا زربت شوية راه غير باش نطولش الفيديو، نتمنى لكم التوفيق الله يسهل عليكم كاملين، ونتلاقاو في فيديو جديد وإعلانات جديدة إن شاء الله. كان معكم أبو ريان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وجا